ألقت المحكمة الجزئية على واين روني كابتن منتخب إنجلترا السابق بحرمانه من قيادة سيارات لمدة عامين وتغريمه وإلزامه بتقديم خدمة عامة بدل السجن بعد اعترافه بالقيادة تحت تأثير الكحول، حيث أوقفت الشرطة روني البالغ من العمر 31 عاما بالقرب من منزله بمنطقة تشيستر بعد الساعة 2 فجرا في الأول من سبتمبر الحالي بسبب قيادته بسرعة تتجاوز الحدود المسموح بها قانونيا بثلاثة أضعاف. وأظهر اختبار على التنفس أن مستوى الكحول كان 104 ميكروغرام في 100 ملي لتر من التنفس، والحدود المسموح بتناولها من الكحول أثناء القيادة في إنجلترا هي 35 ميكروغرام في 100 ملي لتر من التنفس. وقررت المحكمة حرمان روني من قيادة السيارات لمدة عامين وتغريمه 170 جنيها استرلينيا بالإضافة إلى 100 ساعة عمل دون مقابل ضمن خدمة عامة لمدة 12 شهرا. لا تنسى عزيزي المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد بعالم السيارات.